تيتو. يا عم انت فين من الصبح بدور عليك؟ يا تيتو بكلمك. نعم. عايزة كوباية مي. طب كنت عايزة قهوة وكاميلي عايزة شاي. خدي اللي انت عايزاه. خدي اللي انت عايزاه ده. أقولك مفاتيح ايه؟ مفاتيح البوفيه كله، اتصرفي. ليه كده يا تيتو؟ ده رزقك يا ابني، فيه ايه؟ مش عايزه. مش عايزه؟ ايه يا قلب امك، انت مندوه ولا ايه؟ في ايه؟ الناس دي مالها مساهمه كده؟ في ايه يا انجي؟ انت اختفيت، انت فين؟ ايه ده؟ ايه الزحمه دي؟ الله، احنا عندنا سحر؟ انا بحب السحر قوي. لا، عندنا قراجوز. الله، انا بحب القراجوز قوي. ما واقف معايا، خد امسك الحاجات دي. تعالي اما نشوف في ايه. تعالي قراجوز. بدعي الله يكون كلامي مهضوم ليكم. أنا مش فاهم يعني إيه مهضوم؟ ده على أساس إنك فهمت اللي فات؟ ها؟ بشكركم كتير من قلبي، وبتمنى إن يكون في محاضرات تانية ما بيننا. يا ريت! دلوقتي بس عرفت الرجالة دي متنحة ليه؟ طب هما رجالة ومتنحين، أنتِ مسنتحة ليه بقى كده؟ أشكركم، شكراً. هو التدخين مسموح بيه هنا؟ إحنا كنا واخدين قرار بمنع التدخين هنا، لكن رجعنا فيه النهاردة. ممكن سيجارة؟ وأنت بتدخن يا جميل؟ أنت مالك؟ إنجي. ها؟ تفتكري انا لو حبيت اشرب سيجاره هيتلف حواليا كده؟ انت بتشربي سجاير كاميليا؟ لا، انا عمري ما شربت سجاير، بس يعني من حقي اعيش اللحظه الحلوه دي. انجي، انا عمري ما حد يولع لي سيجاره عشان ما بتشربيش سجاير. صدقي عندك حق، عندك القرف. طب وبعدين؟ لا ما تقلقيش، بس هما لو حبيتي تولعي سيجاره هيتلموا حواليكي كده برضه. بجد؟ بجد، عشان يولعوا فيكي.